ما أريد فعله الآن هو حل مجموعة مسائل تبين بالفعل أننا نعرف ماذا نفعل بالخطوط المتوازية والمثلثات، وكل ما تبقى وما لدينا هنا هو مسألة عادية، وما أريد فعله هو إيجادها باستخدام المعلومات المعطاة. إذا بكل وضوح لدي مثلث هنا ولدي هناك مثلث آخر، لقد أعطينا بعض من هذه الزوايا الموجودة داخل المثلث، وباستخدام المعلومات المعطاة لنا هنا أريد إيجاد قياس هذه الزاوية هنا، أريد إيجاد قيمة علامة الاستفهام هذه، وربما أنكم تحتاجون لدفعة لمعرفتها. ما تعرفونه عن مجموع قياسات الزوايا التي تقع داخل المثلث، وربما قليلا عن الزوايا المكملة، وربما كنت ترغب بإيقاف العرض وإجراء محاولة قبل أن أبدأ بتوضيح الحل. إذا أول شيء ربما ستقوله، وهذه طريقة عامة للتفكير بهذه المسائل، عندما يعطى لك بعض الزوايا ويكون عليك أن تجد الزوايا الأخرى اعتمادا على مجموع زوايا المثلث والتي تساوي 180، أو أن هذه المسألة لا تحتوي على خطوط متوازية لكن ربما سترى واحدة فيها خطوط متوازية وخطوط مكملة وخطوط متممة حتى تساعدكم على تعبئة ما يمكنك إيجاده، وربما يمكنك بطريقة أو بأخرى أن تجد ما تساويه علامة الاستفهام. أول شيء سيخطر في بالي هو أن لدينا مثلث على اليمين ولدينا مثلث على اليسار، وأعطيت لنا زاويتان في هذا المثلث الأيسر، وإذا كان لديك زاويتان من المثلث فيكون بإمكانك أن تجد الزاوية الثالثة، لأن دائما مجموعهم يكون 180 درجة. فإذا سميت هذه X، نعلم أن X زائد 50 زائد 64 يساوي 180، أو يمكن أن نقول X زائد 114 تساوي 180، يمكن أن نطرح 114 من طرفي المعادلة ونحصل على X تساوي 180 ناقص 114. 80 ناقص 14، 80 ناقص 10 يساوي 70، ناقص 4 يساوي 66، إذن X تساوي 66 درجة. الآن إذا كانت X تساوي 66 فلربما تجد أن هناك زاوية أخرى ليس من الصعب إيجادها، دعوني أكتبها هكذا، X تساوي X تساوي حسناً X تساوي 66 حسناً. إذا كنا نعرف أن هذه الزاوية، إذا كنا نعرف أن قياس هذه الزاوية هو 66 درجة، فهذه الزاوية مكملة لهذه الزاوية، فضلعهما الخارجيان يشكلان زاوية مستقيمة وهما متجاورتان. فإذا سمينا هذه الزاوية Y، نعلم أن Y زائد X تساوي 180، ونعلم أن X تساوي 66 درجة. إذن يمكننا أن نطرح 66 من كلا الطرفين ونحصل على Y تساوي، هذان تحذفان، 180 ناقص 66 يساوي 114، وذلك العدد يبدو مألوفا لكم. لاحظ أن هذه 114 تساوي نفس مجموع هاتان الزاويتان هنا، وهذه في الواقع فكرة عامة وسأقوم بذلك على هذا الجانب حتى أثبتها أيضا. إذا كان لدي، لنفترض أن هاتان الزاويتان، أو دعوني أقول أن قياس هذه الزاوية A وقياس هذه الزاوية B، ونعلم أن قياس هذه الزاوية سيكون 180 ناقص A ناقص B، أي هذه الزاوية، ثم أن هذه الزاوية والتي تعتبر زاوية خارجية في هذا المثال Y هي الزاوية الخارجية، وفي المثال هذا هذه هي الزاوية الخارجية، وهي مكملة للزاوية 180 ناقص A ناقص B. إذن هذه الزاوية زائد 180 ناقص A ناقص B يساوي 180. إذا سمينا هذه الزاوية Y، سيكون لدينا Y زائد 180 ناقص A ناقص B يساوي 180. يمكننا أن نطرح 180 من كلا الطرفين ونضيف
A زائد B لكلا الطرفين هنا وهنا، ويتبقى في الجانب الأيسر يتم حذف هذه، يتبقى في الجانب الأيسر Y وعلى الجانب الأيمن A زائد B. إنها خاصية عامة يمكن تعليلها بنفسك من خلال مجموع قياسات الزوايا الداخلية للمثلث، ومجموعها 180 درجة. ثم لدينا الزوايا المكملة هنا، أو يمكنك أن تقول انظر إذا كان لدي الزوايا الخارجية هنا، إذا كان لدي مجموع الزوايا الخارجية مساويا لمجموع الزوايا الداخلية، وهذا المصطلح سترونه هنا y تساوي a زائد b أي 114 درجة. وبالفعل وضحنا لأنفسنا أنها عبارة عن 64 زائد 50 درجة على أي حال، وبغض النظر عن الطريقة التي اتبعناها، إذا قمنا بتعليل خطوة بخطوة أو إذا كنا نعرف هذه الخاصية منذ البداية، إذا كنا نعرف أن y تساوي 114 درجة. أفضل تعليل السبب دائما حتى أتأكد من أنني لا أقفز إلى النتيجة. إذا كانت y تساوي 114 درجة ونحن نعلم هذه الزاوية ونعلم أو أعطي لنا منذ البداية، نعلم أنه علينا أن نجد قياس زاوية المثلث الثالثة، أي إذا أسمينا هذه Z، فإذا أسمينا هذه زاوية علامة استفهام بZ، ونعلم أن Z زائد 114 زائد 31 يساوي 180، مجموع قياسات زوايا المثلث الداخلية هو 180 درجة. وهذه هي الخاصية الوحيدة التي استخدمناها في هذه الخطوة، وحصلنا على Z زائد 145 يساوي 180. هل كان ذلك صحيحا عندما قمت بالجمع 15 و30؟ نعم، 145 هنا، نطرح 145 من طرفي المعادلة، ويتبقى لدينا Z تساوي 8 ناقص 45 يساوي 35. إذن Z تساوي 35 درجة، وانتهينا.